صحيح، ايران عملت فيلق عسكري كامل وسمته فيلق القدس. تعرفين الفيلق ده دلوقتي؟ فيلق القدس احد اهم واقوى اذرع الحرس الثوري الايراني واكثرها نفوذا. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني، ومهمته تنفيذ العمليات الخارجيه للحرس الثوري بشكل رسمي او سري. تنشط عمليات فيلق القدس في الدول الغربيه والعراق وافغانستان وباكستان والهند ولبنان والاردن، شمال افريقيا، شبه الجزيره العربيه وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة. ما عدا القدس، فيلق القدس بيحارب في كل العالم ما عدا القدس، يعني حتى دول الاتحاد السوفيتي بيحارب فيها ما عدا القدس. أمال سميتوه فيلق القدس ليه؟ ما كنت سميتوه فيلق ما عدا القدس؟ كان هيبقى أوقع والله. طيب كده عرفنا أول طرف في محور المقاومة اللي هو إيران، مشغول في كل حاجة إلا القدس. الطرف الثاني سوريا. نروح للطرف الثالث بسرعة، حزب الله. نيجي لحزب الله، اقرب واحد لاسرائيل، اصلا في ما بين لبنان واسرائيل حدود، واصلا سبب تاسيس حزب الله هو مقاومه اسرائيل. تعالوا ناخد حزب الله المقاوم لاسرائيل ونذهب الى القدس. تعالوا لنذهب الى العراق، لنذهب سويا الى السويد. فين رايح فين يا سمحت السيد؟ رايح فين بس؟ خليك معانا هنا، القدس مش من هنا خالص، مش من هنا. رايح في الطريق ده ليه؟ هيوصلك لفين؟ طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص وبحلب وبدوعه وبالسويدة وبالحسكة. بس لحد هنا، ارجع يلا على القدس. تاني لف على ايدك اليمين على طول. تعالوا لنذهب الى العراق، البحرين، الى اليمن. سمحت السيد، يا سمحت السيد. هنالك التنوع في نوع الحضارة وفي نوع رب ربك ورب ربك.